دي لصالح النادي الاهلي. ادي الثلاثه المهاجمين اللي بنتكلم عليهم ان هم دايما موجودين. يا سلام على التمريره، مش ممكن هدف تاني، مش ممكن، يا نهار ابيض، مش ممكن. حمودي للتاني يا ولد على نادي سموحه، مش ممكن. سموحه هدفين في اول حوالي 33 دقيقه من انطلاقه الشوط الاول يسجل حمودي، انما شوف الباص في مشاكل بالجمله على الخط الدفاعي للنادي الاهلي. انا قلت هذا الكلام من اول الدقائق. وادي التمريره، وادي حماده صدق يشرب الميه ويتبسط من الاداء. مجموعه ممتازه موجوده مع نادي سموحه الحقيقه، وتالق كبير جدا على المستوى الفني. لما اشوف الاربعه واقفين ازاي يا جماعه، واقفين فلات، واتضربوا نتيجه ان في لعيبه بتعرف تمرر كويس، نتيجه ان في لعيبه بتعرف تخترق كويس. بص الولد ده ملوش حل، بص حاطط الكره ازاي، مش ممكن. ابراهيم عبد الخالق ولد معلم كبير في نص ملعب، بص الباصه عامله ازاي، هايله. ده جاب سجاده ايراني وحاططها له على السجاده الايراني، بص الباصه محطوطه ازاي، وشوف اللعب.